السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحه جيده. اليوم ما طليت عليكم كما وعدتكم، كنت نهار درت روتين وقلت لكم عندي القماش هذا راح نخيطه، قلت لكم لما يوجدوا القنادر راح نوريهم لكم. عموما كاين اللي شافوهم عند الخياطه اللي خيطتهم اللي هي قريبتي، وكاين اللي راح يشوفوهم اول مره في قناتي، منهم من هاد لي موديل، الموديل نتاع العيد. انا عطيتها كل الثقه، عطيتها كل الحريه ودعت ثقتي فيها، وقلت لها دبر راسك في لي موديل. مهم شفتها ببخي لي موديل، ولكن الالوان وكل شيء خليتها هي تدبر راسها لانه عندي ثقه في اختياراتها. وهنا نقول لكم قبل ما نبدا نوري لكم، راهي الناس ادواق، كاين ما يعجبوهمش كاين يعجبوهم، يعني كل واحده وكيفاش. انا عجبوني وكل واحدة وكيفاش. نتمنى تخلوا لي ارائكم وتقولوا لي واش نهي اكثر واحدة، ويني اكثر واحدة اللي عجبتكم. اذا راح نبداو بهادية اللي هي تاع دار، تاع عيد نخليها لكم هي الاخرى. هادي تاع دار دايوغ اي فخوافي، كنت لبستها وجاتني قمة. ها هي، شوفوا كيفاش تجي رقبة تاعها. سامبل خلاص، كما شفتوا ما فيها والو، مخدومه غير بالشاش ومزينه بهاد النوارات. طبعا هاد علاش دارتها لي بالجون، لانه القندوره فيها كما راكم تشوفوا هادو لي نو في الجون. هنايا اللي حبيت خيط الموديل اللون تاع الشاش راح تديه من القندوره، يعني من القندوره تخيل اللون اللي فيها باش دير الشاش. هادي الرقبه تاعها وهادي الظهر، تيسي بزاف خفيف وبارد تاع صيف. وانا هذا واش نحب في النظر تاع الدار، نحب حاجه لي سامبل وما ديرنيش في يعني ما تعبنيش في الخدمه ونلقى راحتي فيها. اما الدفار تاعها فهو سامبل، يعني ما فيه والو، سامبل هي كلها على بعضها سامبل تاع الدار. انا الموديل هذا بزاف يعجبني، وحتى لو فزت لي القندوره هذه راح نضل نخيطو، يعني راح ديما نشري تيسي ونخيط كيفو. الموديل هذا نموت عليه، تلمون لي خفيف كما قلت لكم في اللبسه ما تحسوش به ابدا. الموديل الثاني هو هذا، نورمالمون عم بزاف يخيطوا منه. اذا نشوفوا كذلك هو سامبل، فيه عفسه تاع دونتيل خفيفه هنا، وفيه هاد النويرات لي لا كولور تاعهم خداتها من اللون نتاع القندوره، فيه الابيض كما راكم تلاحظوا، وفيه الغوز هذا واللي مايل شويه للكروفيت. الرقبه تجي في على شكل في هكا، ماشي في في مي، ما على باليش كيفاش يسموها. المهم اما في الظهر نتاعها ف دارتها كذلك سامبل، لانه انا واش نحب في القنادر الظهر ما تكونش مكشوفه بزاف، وكذلك الرقبه نحبها صغيره، كذلك الرقبه نحبها صغيره مش مكشوفه بزاف. التيسي تاعو كذلك خفيف 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 بزاف وبارد. نشوفو هنايا، هذا الفيديو كما قلت لكم درتو للافاده، لانه كنت وعدتكم وقلتكم بلي راح نوري لكم. الان نروحوا للموديل نتاع العيد. اذا بالنسبه للموديل تاع العيد، هذا الكتان في برام و نورمالمون هكا اسمه، وصراحه جاني هديه، هذا انا ما شريتوش. اذا راهي تتفرج فيا يعني مولات هذه، نقولها كتر خيرك، الكتان عجبني بزاف بزاف، وعلى بها خليته هو اللي ندير فيه القندوره تاع العيد. وها هو كيفاش يجي. اذا نشوفو لي مونس تاعو يجو دونتيل، بصراحه عجب حماتي بزاف بزاف بزاف، يعني هذا اكثر موديل اللي عجب حماتي. وعلى ذكر حماتي، راهي رجعت، راهي الان في الدار، على بالي سقسيتو عليها بزاف. حماتي ما راحتش للعمره، وعلى بيها يعني دخلكم موضوع في موضوع، ما راحتش للعمره وعلى بيها ما درتش كما قلت لي تحضيرات العمره والاستقبال وهذيك، لانه ما راحتش هي اصلا للعمره، هي عندها ولدها واحد اخر اللي هو سيلفي، راحت عقبت معاه فتره. هذه هي، اذا كما قلت لكم هذا الموديل تجي فيه هذه الرقبه، على ما اظن هاجر قالت في الفيديو بلي تتباع 75000 نورمالمون هكا،
ويجي منا اللي مونسي وكذلك عجبوني بالدونتيل. هي تاع صايبه خفيفه تاع عيد تاع دوره هكا في عرس كيما حبيتو. ويجي الدونتيل هذا هابط حتى لتحت، شوفوا هكا باش تبانكم اكثر، يجي هابط حتى لتحت خلاه للتفال. وفي اللبسه تاعو انا ما عنديش ماركه باش نوري لكم، في اللبسه تاعو يجي حاجه فور خلاه، يجي روعه. وكذلك هنا تلعبوا بالالوان، هنا هي استعملت هذا اللون اللي موجود في هاد لي فلور الازهار هادوما. اذا نشوفوا وهنايا كل وحده دير كيما حبت، يعني هنا راح تولي ادواق كل وحده لا كولور اللي حبت. تقولي كما قلت لكم في اللبسه تاعو يجي بزاف بزاف، نقول لكم بنين حتى ما ولفش في الوصفات يجي بزاف باهي قصدي. وهنايا البنات في الاخير واش نقول لكم، اذا عجبكم لي موديل خلوا لي اعجاب، وخلوا لي كما قلت لكم اكثر موديل عجبكم تاع العيد ولا تاع الدار الغوز ولا البلوفيال. وفي الاخير اذا حبيتوا تشوفوا طريقه التغسيل تاع هاد القنادر راح تلقاوها في اول تعليق في قناه نتاع قريبتي. اذا خليكم خوتاتي، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.